صباح الخير يا أمر، صباح الأمل، صباح الفل، صباح العسل، صباح الحب، صباح الورد، صباح كل الأشياء الحلوة يا أمر قلبي. اليوم راح أتكلم أنا وإنتي عن كلام أثرياء. شلون بدأ كلام أثرياء؟ لما حطيت لكم على المنتدى وقلت لكم اسألوني أي أسئلة تبغونها، سواء أسئلة خاصة أو أسئلة عامة، صراحة جاني أكثر من 200 سؤال، وأنا ما راح أعرض الأسئلة، ولكني راح أجاوب عليكم، وأعتقد أني راح أجاوب على كل الأسئلة اللي أنتم سألتوها. الشيء اللي أبغى أقوله أول شيء أنه التغيير ما جاء صدفة وما جاء مرة واحدة، حتى أني في بعض الأحيان ما أعرف إيش كان السبب الحقيقي اللي خلاني أشق صفحة مختلفة تماما في حياتي. نبدأ. صباح الخير، صباح الحب، صباح الفرح، صباح الخير لكل النساء السعيدات، وصباح الخير لكل النساء الجميلات، وصباح الخير لكل النساء العظيمات اللي على هذا الكوكب. اليوم راح أكلمش عن سماح، وراح أكلمش عن كلام أثرياء. وليش أنا اخترت إنه اسم القناة يكون كلام أثرياء؟ أول شيء حابة أقوله ليش إنه أنا بمجرد ما فتحت قناة اليوتيوب، أقول ليش إنه فيها أبواب كثيرة انفتحت لي، لكن أنا حابة أركز على نقطة معينة. أنا ما أقول ليش أنه أنا فتحت قناة اليوتيوب عشان فلوس أو عشان أنا أنفع أحد. أنا لما فتحت قناة اليوتيوب كنت شفته الشخص هذاك اللي كده يوقف يقول أتحداكم. أيوة أتحداكم، أنا كنت يعني في نفس المرحلة هذه. الكلام اللي أنا قاعد أقوله في كلام أثرياء هو الكلام اللي أنا دائما وأبدا أقوله في كل مكان. هذا كلامي عند جماعتي، كلامي عند صديقاتي، كلامي مع أهلي، هو نفس الكلام اللي أنا قاعد أقوله. بس لما فتحت قناة اليوتيوب حرفيا أنا حسيت أن الفرص جت من كل مكان. قبل تكبر كلام أثرياء، وقبل تصير يعني قبل اليوم توصل يمكن ل100,000، فتحت كلام أثرياء في مرحلة كنت أقول فيها لو أحد خيرني بينه وبين قلم راح أختار القلم، مو عشان القلم يسوى، لا، بس عشان ما أحد يخيرني. وأعتقد أنه هذا كان أكبر سبب أنا في اعتقادي أنه كلام أثرياء تنجح، وأنه القناة هذه توصل خلال تقريبا شهرين يجيني 90,000 متابع أو أكثر من 90,000 متابع. في واحدة من البنات قالت لي قولي قصة نجاحك. أنا قصة نجاحي بدت من 2019 لما خسرت كل شيء. أنا قبلها كنت ناجحة، ولكن اليوم أنا في اعتقادي أنه هذاك ما كان نجاح. أنا في اعتقادي أنه هذا كان القزاز اللي ينحط على الصورة، عرفتوا الصورة اللي ينحط لها برواز وينحط لها قزاز؟ أنا كنت القزاز اللي لما أي شيء يصيب الصورة هذه، أبسط ضرر يصيب الصورة هو أول شيء يهشم القزاز هذا. فنجاحي الأول كان عبارة عن القزاز اللي يغلف الصورة. أنا كنت صاحبة مشروع اسمه ريلاكسيشن، والمشروع هذا كان منقسم أو كان في حسابين، حساب للسياحة وحساب كان للمخدات وللألحفة. وكثير منكم الآن راح يتذكرني، كثير راح يقول أيوة أنا أتذكر أنه في حساب حق مخدات كان اسمه الحفة إنجليزية. إلى هذا اليوم ما في أي منافس لي لا في المملكة ولا في دول الخليج. بديت المشروع أنا الحالي كنت أسوي، وهذا له قصة لحالها. بعدها بدينا نصنع عند مصانع، لدرجة أنه أصحاب المصنع كانوا يجيبون الأقمشة حقتنا وكانوا يحاولون يصنعونها عشان يشوفون الكميات هذه إحنا وين نوديها، إحنا ناكلها ولا إيش نسوي فيها. فمن النقطة هذه قلنا خلاص إحنا السوق المحلي لازم أنه إحنا خلاص نقفل عليه ولازم نطلع لبرا. فخلاص الفكرة جات أنه إحنا نطلع لتركيا ونبدأ نجيب الأقمشة ونرجعها السعودية ونخيطها ونسوي كل شيء. فأوكي مشت معانا الفكرة، وطلعت أنا وزوجي وسافرنا لأول مرة لتركيا، وخلاص مشى الموضوع. بعد فترة لقينا أنه التصنيع والفينش اللي هو يعني التشطيب النهائي يعني ممتاز 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 في تركيا، لأنه إحنا لما كنا نصنع في السعودية كنا نصنع على يد هنود وباكستان، وهذا مو تقليل من قيمتهم، لكن هم كانوا يعني يشتغلون بجودة يعني أقل بكثير من الجودة اللي إحنا كنا نبغاها. بالإضافة إنه في تركيا كانت أسعار التصنيع يعني خرافية، كانت يعني ببلاش. صحيح أنه الشحن كان يكلف أكثر، لكن الجودة كانت تستاهل. الأقمشة كانت بحر، لدرجة أنه أنت ممكن تتوهين وضيعين. والحين أنا راح أحط لكم صور من الشغل اللي كنت أشتغله من الأول. بعد فترة من الروحة والجية قلنا خلاص أنه إحنا مقررين أنه إحنا راح نرجع ونشتغل في تركيا. فرجعنا في آخر 2019 على أساس أنه خلاص استقرار، شلنا أغراضنا، شلنا قشنا، شلنا عيالنا، وأوكي طلع. أول ما كذا بدينا وحطينا رجولنا في الأرض، ويعني حطينا العرابين في كل مكان، اشترينا الأقمشة، يعني تقدرون تقولون إنه نحنا يعني بنسبة 80% ثبتنا أنفسنا. جاء آخر 2019 وصارت كذا ظروف بسيطة، فاضطرينا إنه إحنا نسافر، فانتقلنا
مصر وبعد مصر السودان، وبعدها انتقلنا الى مكان ثاني. هنا وقعت الكارثة، وقعت الكارثة انه صارت كورونا. زوجي رجع على السعودية، انا ما قدرت ارجع، ومن هنا بدت قصة مأساة، او انا كنت اعتقد انها قصة مأساة. عشت انا وعيالي تقريبا يمكن حول 3 سنوات، 20 و21 و22، كانت كاملة. عشت منها حول السنتين كانت مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. في هذيك المرحلة اللي انا كنت فيها لحالي، كنت يعني ادقدق البيبان واخبط واقول للناس الحقوني. فالحقيقة انه الكل كان معه حق الا انا، انه ما في احد يقدر يسوي لي شيء، الكل كان يقول لي ايش اسوي لك. فدخلت انا هنا في مرحلة، دخلت يا امر قلبي ويا حشاشة يوفي ويا بعد شبدي. عشت هذيك المرحلة بكل ما فيها من مآسي، كل ما فيها من ألم. يمكن سنة وشوي ملابسي أنا وعيالي في كراتين، الأشياء هذه ما كانت تأثر علي ذاك التأثير، لكن الخسائر، إني أنا خسرت نفسي، خسرت كل شيء حرفياً. في هذيك المرحلة ما كان معاي أي أحد، وما أتذكر إلا أنه خواتي كانوا واقفين معاي وقفة، اللي روح وقفة مع روح حرفياً، بس ما أتذكر أنه في أي أحد شعر بالمأساة وبالألم اللي أنا أحسه. لو ترجع الأيام نفس الاختيار، راح أختار نفس الاختيار هذا. رجعت أنه بعدين لما انفكت الدنيا والمطارات ورجع كل شيء زي ما هو، أنا رفضت أني أسافر، رفضت وبقيت في المكان هذا، بقيت كمان لفترة معينة، لأن المرحلة هذه هي كانت أكثر مرحلة غيرتني. المرحلة هذه كمان أخرجتني من وعي الضحية. ليه؟ أنه أنا في يوم من الأيام، أنا حرفياً كنت ولا زلت مدللة، أنا عشت مدللة عند أبوي، كمان عشت مدللة عند زوجي. يوم من الأيام قلت أنه أنا فقدت أنوثتي لما صرت في المكان هذا الحالي، وصرت الأب والأم والرجال وكل شيء. حسيت في لحظة أنه الكلمة هذه ما أحد أعار لها اهتمام. بعد الكلمة هذه أنا خرجت من دور الضحية تماماً، لشدة الألم اللي أنا حسيته لما ما في أي ردة فعل للكلمة هذه. أنا حطيت نفسي في موقف ما كان مفروض أني أنا أنحط فيه، بما أنه أنا في المكان هذا فمعناها أنا قد المكان هذا. وفي واحدة من البنات قالت لي احكي لنا تفاصيل القاع. لو أقول لكم شوي من الأشياء اللي حسيتها أيام ما أنا كنت في القاع، هي يمكن أسئلة. شوفوا القاع يكون في الغالب أسئلة، أنه تجيش الأسئلة هذه عشان أنت طلبتي طلبات كبيرة. شوفوا ما في أحد راح قاع إلا هو طلب طلبات كثير، طلبات يعني أنا كنت أقول أنا أبغى أكون إنسانة عظيمة. فالعظمة ما تجي، ما رح تجي من الاختبارات البسيطة، لكن لو أني قلت أبغى أكون سيدة أعمال، أبغى أكون ثرية، فأوكي كان جاتني اختبارات بسيطة، بس أنا طلبت طلب كبير. وكل طلب أنت تطلبينه أنت مو السلم حقه، في الغالب اختباراتها رح تكون يعني الله وكيلش كفوف. فأنا لما أجي وأوصف القاع أو أوصف الأيام اللي وصلت فيها للقاع، أتذكر أني أنا يوم من الأيام كلمت واحدة من خواتي وقلت لها بس أنا أبغاكم تنتبهون أنه القاع دائما أسئلة. قلت لها ليش الإنسان لما ينولد هو ينولد بدون اختيار، فليش ما يكون عمره مجرد بطاقة، يكون معاه البطاقة هذه يقدر يتصرف فيها، يقدر يتبرع فيها، يقدر يهديها لأحد. أنا أعتبر أنه القاع عبارة عن أسئلة، وأسئلة يعني أنت تقولين أنا من وين جبت الأسئلة هذه. لما يبدأ مخش يسأل على مدار الثانية، وهو يعني كل شوي وديش في وادي، كل شوي وديش في مكان، بعدها خلاص إذا شبع، إذا عطاش كل الأسئلة يقول لي يلا خلاص الحين جاء دور الاختبار. يكون الاختبار في الغالب هو صمت، انه انت تلتزمين الصمت. انا قعدت فتره يا بنات لما شيء يضحكني انا ما اضحك اساسا، بس لو صار شيء كبير وضحكت احس انه العضلات في شيء غريب، في احساس، في شعور غريب انه انا اليوم ضحكت. انا واحده من اللي كانوا يعني يحطون كل سنه الله وكيلكم لسته نوايا توصل من هنا لحد يعني ما ادري وين. ففي سنه من السنوات، وانا اعتقد انه هذه من اسباب التغيير اللي انا قلت لكم عليها، لما رميت كل شيء وحذفت كل شيء، واحده من البنات قالت ليش قلتي حتى أشياء السفر؟ لأنه أنا أصلاً كنت في مكان مو مكاني، كنت في مكان مو لي، عشان كذا حتى الأشياء اللي كنت حطتها عشان لما أجي أسافر حذفتها تماماً، الشنط طلعتها، كل شيء عطيتها أشخاص ثانيين، حرقت الصور، الأوراق، الصور لا ما حرقتها، الصور وزعتها لأصحابها أو حطيتها لأصحابها، وبعضها حطيتها ولا زلت محتفظة فيها، ولكني ناويها إني أنا أرجعها لأصحابها، حتى غلفتها، خلاص أخرجتها من طاقتي أنا، أخرجتها من ملكيتي، هذه أنا ما تخصني، هذه مو ملكي، وكأنها أمانة عندي. كل الأوراق قطعتها، كل الأشياء اللي كنت أكتبها قطعتها، كل النوايا كلها قطعتها وبعدين حرقتهم. لما فتحت قناة اليوتيوب فتحتها بدون ما أحكي ولا لأحد. راح أقول لكم قصة فتح قناة اليوتيوب. أنا أتذكر هذاك اليوم أنه أنا كنت على السجادة، تمام؟ فكنت أسأل نفسي
أقول أنا للحين ليش ما مت؟ يعني هذا كل اللي مر، ليش أنا للحين حية؟ ليش أنا ما زلت على قيد الحياة؟ بعدها قلت كلمة واحدة، والله العظيم يا بنات إنه الكلمة هذه أنا قلتها لأشخاص كثير، والأشخاص اللي فعلا اقتنعوا فيها قالوا فعلا حسينا بتغيير بعد ما قلنا الكلمة هذه. لما شفت إنه أنا ليش طب أنا ما مت؟ ليش أنا ما زلت إلى الآن عايشة؟ قمت وقلت لنفسي كلمة، قلت إذا كنت أنا بكل اللي مر ما مت، معناها أنا أتوهم. أول ما قلت أنا أتوهم وكنت متأكدة إنه هذا موهم مستحيل يكون حقيقة، ومسكت الجوال وسجلت أول مقطع. أول مقطع تراه موجود إلى الآن، اسمه الخذلان، نزلتها بعدين على اليوتيوب. إيوة نزلتها بعدين، بس هذا كان أول مقطع واحتفظت فيه لحد ما نزلتها بعدها على اليوتيوب. في هذيك المرحلة يعني لو أقول لكم كمية الأشخاص اللي شمتوا فيني، كمية الشماتة اللي وصلتني، كمية الأشخاص اللي حسيت كذا أنه آه واو، يعني الحمد لله أنه إحنا شفنا اليوم هذا جاء فيها. اوكي، مع انه مو عداوه، انا ما اعتقد انها كانت عداوه بيني وبينهم، يمكن شعور وكانوا يبغون يحسون فيه. وانا ادري انه في اشخاص الان راح يسمعوني وانا اتكلم، وادري انهم راح يقولون لا احنا ما شمتنا فيها. انا انسانه افهم الكلمات، انا افهم التعابير، فكنت طول الفتره اللي راحت اقول طيب بكره راح اثبت لهم، بكره راح ارجع واثبت لهم، وبكره راح ان شاء الله، وبكره بيصير، وبكره برجع، وما تغير ولا شيء. اقول بكره وما جاء بكره، اقول بيتغير وما تغير، لحد ما وصلت لمرحله انه انا شفتوا كذا لو عندي مبرد، انت كل يوم تحكينه في حجر، كل يوم كل يوم كل يوم تحكينه، لحد ما وصل انه انت الحجر هذه قربت تنتهي، قربت خلاص انه هي تمتسح، قربت يكون ما عاد لها اثر. حسيت انه الحك هذا والشعور هذا قرب انه ينهيني تماما. وفي يوم من الايام انا قلت كلمة، قلت انا غفرت. انا عمري ما سمعت انسان قال انا غفرت، لكن ما اعرف شلون انا حسيتها وما اعرف شلون انا قلتها. اول ما قلتها شعرت بشعور غريب. أرجوك أرجوك يا أمر الحلوين ويا زهرة تشرين، اسمعي الكلمة هذه، اسمعيها المرة هذه بكل جوارحش. شعرت بشعور غريب لمجرد أنه أنا نطقتها. بعدها بديت في مرحلة السماح، أنه أنا حقيقة ومن كل قلبي بديت أسامح كل الناس، وأي إنسان أي إنسان تسبب لي في أي أذى بديت أسامحه، برغم أني إلى الآن أقول لهم أنا ما سامحت، وبرغم أني أنا أظهر لهم أني ما سامحت وما راح أسامح. وقبل فترة أنا شفتهم وشفت قد إيش حقيقة أنه الشماتة كانت مصورة ومرسومة في عيونهم. فساعتها أنا اني انا صرت ناجحة ما اعرف، لكن انا قلت انا احمد الله انه الله وصل لهم الشعور هذا، انه هم يشعرون ويحسون فيه ويحسون انهم شمتوا. حقيقي والله العظيم يا بنات انا ما اقدر اشكر الله، او ما اعرف شلون اشكر الله انه خلاهم يشعرون بالشعور هذا. خلاص ارتاحوا، انا مبسوطة انهم ارتاحوا، لان انا التقيت في ناس كثير كثير وشعرت وشفت يعني كده في عيونهم انهم قد ايش انبسطوا انه انا وصلت للمرحلة هذه. شفتوا الشخص اللي يطيح ويقول احسن؟ انا كذا حسيت انه خلاص يا اخي افتكيت، يلا الحمد لله انه الله عطاهم الشعور هذا، يعني امنية طول عمرهم يتمنونها، يلا خليهم يحسونها. لما جيت اختار اسم كلام اثرياء، يعني انا فعلا وقفت قدام كلام كثير، لكن ترى كلام اثرياء هو كان شعور اكثر من انه اسم، كان شيء انا احس فيه. مثلا اطلع مكان لما كنت اروح عند صديقاتي عند جم، كنت اتكلم معهم في نفس الكلام هذا، ودائما كنت اردد كونوا عظيمات، كونوا جبارات قويات، احب الحرمة اللي تكون عظيمة وقوية. حتى انها كانت تجيني انتقادات لما اشوف حرمة مثلا دلوعة توت او قوية، او كانوا يقولوا لي شوفي مثلا هذه مغرورة. انا ما اشوفهم مغرورات، انا اشوفهم نساء عظيمات يقدسون نفسهم. انا احب اي واحدة تقدس نفسها وتدلعها، انا ما اشوفها مغرورة ابدا. وكانت تجيني انتقادات كثير، واشوف انه اسم الدلع شيء جميل. بعدين فكرت اني اسميها نساء جميلات، نساء ثريات، نساء عظيمات، وحسيت انه هذا اسم مسلسل ما يجي، فحطيت الاسم كلام اثرياء، لانه انا اعرف اني قاعدة اتكلم عن الثراء في كل مستوياتها، ثراء روحي وثراء نفسي وثراء مادي، يمكن حتى ثراء علمي كمان. لما تكلمت معاكم عن الاستغفار او عن قراءة القرآن، كنت احاول انه انا اعطيكم جرعة امل وجرعة تحفيز من الخليط هذا. حاولت انه انا اعطيكم بعد صباح الخير، لانه شوف في 2020 لما كنت يعني في قاع المحيط، تمام، كنت كل يوم لما اقول او لما اقوم الصباح اقول صباح الخير لممرات الطائرات، وصباح الخير لممرات السعادة، وصباح الخير لدرجة رجال الأعمال. كنت أقول صباح الخير للسماء وللطيور وللفرح. تدرون أني أنا كنت أقول صباح الخير لإسطنبول،
لعشقي وحبي لتركيا كنت أقول صباح الخير لجسر البسفور، لكن أكثر شيء كان كذا يجي في خيالي وأنا أقول صباح الخير هم الأشخاص والنساء العظيمات اللي كذا سالبين طولهم وقاعدين بطريقة مؤنتكة. حقيقي تدرون كنت أقول صباح الخير لرائحة المطارات، يعني يمكن 200 جملة صباح الخير. وتصدقون انه انا قعدت فتره وانا افكر اني احطها زي التوكيدات واحطها واثبتها فوق في القناه. فمن الاشياء هذه كلها اللي انا احبها حطيت منها خليط، من كل الاشياء هذه اللي انا احبها حطيت منها خليط المقدمه، لانه انا يعني اي احد يقول لي صباح الخير هذا بعدها يطلب اللي يبغاه، تخيلوا بس. الحين لما يجوني بعض البنات ويقولوا لي احنا نسمعش في السياره الصباح، اللي تقول الصباح انا لازم اسمعش، اللي تقول وانا رايحه للشغل لازم اسمع وانت تقولين صباح الخير، حسيت حرفيا انه انا قدمت الرساله اللي انا كنت ابغى اقدمها، انه انا قلت الكلام اللي انا كنت ابغى اقوله. شوفوا يا بنات انا كنت اقول شيء مو من قلبي، من اعماق قلبي، من الصندوق يمكن اللي حتى انا ما اكتشفته ولا عرفته، بس هو ظهر كذا على لساني، لذلك هو وصل لكم. لذلك لما تسمع واحدة فيكم وانا اقولها صباح الخير والحب والفرح وتحس فعلا بالحب والفرح والخير، هي قاعدة تسمع الشيء الحقيقي اللي يلامس الحقيقة اللي في داخلها. طيب في سؤال انا متأكدة انه انت يا امر اللي سألته. طيب بالنسبة لسؤال انه هل انت تعيشين الحياة اللي كنت تحلمين فيها، انا فكرت صراحة انه انا ما اجاوب على السؤال هذا، لكني راح اجاوب عليكم وراح اقول لكم شيء يمكن يكون صعب على الكثير منكم، بس انا متأكدة انه ممكن يلهم الكثير منكم كمان، لانه انا دائما اقول اذا في باب انقفل فاتركي الباب هذا ولا تكثرين دقه، قولي طز خلاص في غيره، في الف شيء غيره وفي الف باب غيره. انا من يوم كان عمري 17 سنة، يعني قبل أتزوج وقبل يمكن حتى أنخطب، كنت أحلم أنه أنا أعيش بالخارج، خصوصا أني أنا وأنا صغيرة كنت أهتم مع زوجة عمي وجدتي، كنت أهتم معاهم بالغنم، كان عشقي وكنت يعني أموت على الغنم، لدرجة أنه أنا اليوم لما أسمع أحد يقول أنه ريحة الغنم مزعجة يعني أنا هذا الشخص ممكن أتضارب معاه، مو عشان كلامه غلط. فجربت أنه أنا كنت أأكلهم، جربت أنه أنا كنت أقص الصوف حقهم في الصيف، يعني تقدرون تقولون أنه أنا عشت مع الغنم. فكبرت وكبر عندي عشق الغنم بشكل لا يمكن انه انا اوصفه لكم. كبرت وظل عندي الحلم هذا انه انا يوم من الايام لازم اربي غنم، واشوف انه المكان ما يسمح، صعب انه انا اربي غنم في السعودية، فخلاص مسكت عندي فكرة انه انا بيوم من الايام لازم اهاجر، لازم اروح لبلد اقدر اربي فيها غنم، اقدر يكون عندي دجاج. ولما تزوجت لقيت انه زوجي كانت عنده نفس الفكرة بالضبط، وكان يحب الشيء هذا ويموت عليه. ربينا دجاج وربينا ارانب وكل نملي سطح زرع، لكن الجو ما كان يساعدنا انه احنا نستمتع بالشيء اللي احنا نزرعه، كان بس يجي الصيف كل شيء ينتهي، وكانت ترجع هشيما تدرؤه الرياح. فلما صار موضوع تركيا بدت الفكره هذه اقول اوه هذه النيه اللي انا حاطتها من زمان، هذه اليوم تجلت لي على ارض الواقع، وانا اقدر اني انا اروح دوله اعيش فيها بحيث انه انا اشتغل ويكون عندي مكان اقدر اربي فيه غنم او اربي فيه دجاج او اعيش الحياه البسيطه المترفه بنفس الوقت. ظليت أحن وأزن وأبغى الحياة هذه، وكانت كل ما أوصل لها أو خلص أقرب منها كان ينهار كل شيء، وكانت كل يوم تصير أصعب من اليوم الثاني. آخرها اللي هو لما خلص أنا وصلت لتركيا فكرت في دول ثانية، لكن كانت تركيا هي الأقرب عشان شغلي، عشان أنا أقدر أشتغل وأنتج ويعني وأستمتع بنفس الوقت. وظليت أصيح على أحلامي وأبكي وألطم والله وكيلكم كل شيء أنا سويته، لحد ما جاء هذاك اليوم اللي أنا قلت فيه طز كل شيء راح يروح جاء يجي، وفعلا فعلا نسيت كل شيء وقلت خلاص خلاص، يعني انا سنين وانا قاعدة احرق نفسي. بنفس الوقت لما كنت اكلم الاشخاص اللي كانوا يعني يعيشون الحياة اللي انا كنت اشوف انها الحياة اللي تناسبني، الاغلب كان يقول لي ترى الامر صعب، ترى الامر مو مثل ما انت تتصورينه. بعدها انا كذا رجعت خطوات للخلف وقلت خلاص يعني لعلها خيرة، وبديت حرفيا انسى الموضوع، ما اعرف شلون انا نسيته. مع الغريب انه في المرحلة هذه انا خلاص يعني قفلت على المواضيع وبديت أقول خلاص، بدت الأبواب الأولى اللي أنا قفلت عليها
وبدأ الأمل يرجع من جديد، بس بدت الأبواب تفتح وبشكل منمق وأفضل وأجمل. اليوم أنا عندي فرصة أروح أعيش في أي مكان أنا أبغاه، لأنه أنا من داخلي فرغت مساحة كبيرة. اكتشف أنه الحياة هذه أنا كنت حاطت لها مساحة، يعني أقول يمكن 98% من تفكيري كان فيها، و2% كان اللي هو إنتاج عيالي شغلي، فكان مخي مضغوط بشكل كامل، كان مضغوط فل. اليوم أنا تجيني فرص أنه أنت تعالي تعالي هنا وشوفي إذا عجبك الموضوع، أنت بس تعالي. يعني أصبحت الخيارات اللي على الطاولة أكثر بكثير من الخيط البسيط اللي كان موجود عندي. ومع هذا اليوم أنا أتشرط وأقول لا، كل شيء بوقته حلو، كل شيء يعني، وتارك الأمور ومخلية كل شيء يجي في وقته المناسب. يعني عرض علي أني أنا أجي لدبي، مع هذا أنا ما اخترت أي خيار من الخيارات هذه. في الأخير أنا تارك الخيار لروحي، وساعتها أنا متأكدة أنه كل الأشياء راح تترتب حسب الاختيار اللي راح تختاره روحي. لذلك انت لو جيتي تربطين النجاح، ابغاش تربطينها بالسماح. والله العظيم يا بنات، يجوني بنات ويقولوا لي انا اموري متعطله، انا يعني حياتي مكركبه، انا عندي اشياء مي قادره تتحرك من مكانها. اقولها اقرا ياسين، تقول قريت ياسين ما في. اقولها عندي اشخاص انت مو مسامحينهم، في اشخاص انت الى الان ما سامحتيهم، على طول تقولي ايوه. تخيلي انه انت تسوين كل شيء ويخرب عليه شيء واحد، انه انت عندك اشخاص ما قدرتي تسامحينهم، ما قدرتي تعفين عنهم. ولو قلتي لي انا ما اقدر، انا اتفهم الكلام هذا واعرف انه فعلا في ناس ممكن ما تقدر تسامح، فانت مو مجبوره ويعني مو غصب انه انت لازم تسامحين. لكن لو جيتي لطلبات انت تبغينها، لا تستغربين انه الطلبات هذه ما تحققت. صدقيني انه الحياه يعني لها اختيارات عجيبه، ولو جت تختار تختار الاشخاص الانقياء، تقول تعالوا انتوا في الصفوف الاولى. ترى حتى انت لو كنتي مسؤوله او لو كنتي تبغين توظفين موظفين، راح تختارين الشيء الزجاجي، الشيء النظيف. ترى حتى الحياه عندها نفس الشروط، لانه انت كل ما كانت عندك مشاكل، كل ما كان عندك كركبه، كل ما كان عندك اشخاص انت مو قادره تسامحينهم، معناها انت يعني لسه في القاع، معناها انت لسه ثقيله، معناها انه الطاقه عندك يعني لساتها في التراب، لساتها تحت. وفي شيء يا بنات يعني في علم الطاقه اللي هو طاقه النار او طاقه الهواء، يعني يوصل لها الشخص اول ما يبدا يسامح، اول ما يبدا يعفو يوصل للطاقه هذه. عشان كذا تشوفون انه الاشخاص اللي يغفرون ويسامحون كذا بعد فتره بسيطه يبدون يضربون، يبدون يعني يتوفقون في اشياء كثيره. احيانا احنا نشوف اشخاص ما يصلون، نقول هذا ما يصلي وكيف الله موفقه. الشخص هذا راح تلقين انه مو حامل في قلبه على اي احد اي شيء، وبتلاقين الشخص اللي حياته كوارث هو الشخص اللي كذا شايل في قلبه ومعبي، وهذا بنتقم منه، وهذا بدعي عليه، وهذا يوم بصلي بقول ربي من اهلش. حتى لو كان شخص اذاش، ايا كان الاذى اللي اذاش اياه، سامحيه، اعفي عنه، قولي خلاص انا تركته، انا ما عاد افكر فيه، انا ما عاد افكر في اذيته، انا ما ابغى الانتقام يكون له على اي شكل كان انا اختاره. خلاص هو طلع من اختياراتي، طلع من حياتي. كمان في بنت سالتني سؤال، معليش انه انا تاخرت فيه، قالت لي انت كيف عرفتي رساله روحك؟ صدقوني انه انا ما عندي اجابه على السؤال هذا. أنا أعتقد أنه اليوتيوب وراني جزء من نفسي أنا ما أعرفه، وراني جزء من شخصيتي أنا عمري ما شفته. لكن أنا في اعتقادي الآن، وممكن بكرة الكلام هذا يتغير بدون أدنى شك، راح يتغير. اليوم أنا في اعتقادي أنه رسالة روحي أنه أنا أعطي الناس أمل، لأنه هذا اللي أنا شفته من خلال الردود والكلام والكومنت اللي أنتوا تكتبونه لي. كمان الشيء المهم اللي انا بقوله، انه ترى احنا ما نتشافى بسرعه، وترى احنا ما ننسى بسرعه، وترى حتى لو سامحنا شخص جرحنا، الجرح راح يطيب، بس مكان الجرح راح يضل زي ما هو، عشان يذكرنا انه احنا انجرحنا. فانا لما اقول لك سامحي، انا ما اقولش انه انت خلاص الجرح هذا تشيلينه من مكانه، لا لا لا، انا اقول لك سامحي بس انه الجرح هذا يلتئم ويتشافى وما عاد تحسين فيه. اما اثر الجرح راح يضل يذكرش انه ترى انت لما سويتي الشيء الفلاني حصلتي على الالم وعلى الجرح هذا، حصلتي على العلامة هذه. راح اقول لكم شيء يا بنات، انه انا اليوم ما زلت اتعالج عند طبيب نفسي، والشيء هذا مو معناه انه انا الى الان امر بنفس الظروف اللي انا مريت فيها، لا، لكن اليوم انا قاعده اعالج علامه الجرح وعلامه الايام وعلامه الالم، لانه الالم راح والجرح راح والناس تغيرت ويمكن المياه رجعت لمجاريها، بس الجرح ما زال اثره موجود. لذلك انا اليوم قاعده اتعالج من الاثار. يعني اليوم انا قاعده اكلمكم وانا عندي 100,000 متابع، بس انا ما زلت اتابع عند طبيب نفسي.
نفسي، وما زلت أشرب أدوية. يعني في أيام والله العظيم تحسسني إنه أنا ما راح أقدر أواصل. الأدوية تعطيني شعور إنه يا الله قد إيش الحياة ثقيلة وقد إيش الحياة كئيبة. لكن زي ما قلت لكم، أنا أبغى العلامة هذه، علامة الجرح، أبغاها تنتهي تماماً، أبغى أنساها تماماً. لأنه ترى المشاكل، الآلام، العثرات، حتى الخسارات تراها تسبب، والأثار هذه تظل معاش. الشيء اللي أنا مبسوطة وسعيدة فيه إنه أنا اليوم قاعدة أتعالج من قوة وليس من ضعف. وآخر جلسة لي كانت عند الطبيب هي بعد ما دخلنا 100,000 يمكن بيومين. فاللي بقوله ليش لا تزعلين ولا تحبطين، مهما كنتي تعبانة، مهما كنتي تعانين، ترى تقدرين توصلين وأنتي تعبانة، تقدرين توصلين وأنتي مريضة، تقدرين توصلين وأنتي برجل واحدة وبيد واحدة، تقدرين والله العظيم تقدرين. وأيا كانوا الأشخاص اللي ألموش أو جرحوش أو أذوش، ايا كانوا ومهما كانوا انتصارهم عليش، هو انه انت توقفين في مكانش. اليوم انا قاعده احكيش الكلام هذا عشان تعرفين انه انا قدمت محتوى جبت فيه 100,000 متابع، وانا تعبانه نفسيا، وانا قاعده اتعالج نفسيا. شوفي انا عالجت نفسي من فتره ومن زمان، ولكن زي ما قلت لك انا عالجت الاثار اللي كانت موجوده معي، الاثار اللي ما رضيت تنتهي. ودائما البنات اللي يجون ويكلموني يقولوا لي عندي شيء الفلاني، عندي زوجي، عندي ابوي، عندي اخوي، عندي ناس متسلطة، عندي وعندي وعندي، أقول لها مدي يدش للسماء من صدق، حرفيا مو كلام مدي يدش، لا 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 يدش كده زي ما هي كده مديها، أقول يا رب أنا مالي إلا أنت، يا رب أنا مالي غيرك، يا رب أنا ما معي أحد سواك، يا رب هذه أنا، أقبلني يا رب زي ما أنا مالي يا رب إلا أنت، ومالي ملتجأ إلا أنت، وين أروح يا رب دلني، هل في أحد غيرك عشان أروح له؟ ما عندي إلا أنت. صدقيني والله العظيم الله بيحتضنش يا بنات، والله العظيم في لحظات جاتني مشاكل حسيت ان عيوني لحظتها كانت بتطلع، جاتني اشياء غريبة علي تماما، جاتني مشاكل انا عمري ما سمعتها. يعني احنا سمعنا كوارث، اليوم احنا على السوشيال ميديا صار العالم منفتح وصرتي تسمعين كوارث، بس في اشياء انا عمري ما سمعتها ولا تخيلت اني انا اسمعها باذاني. ومع هذا اكثر شيء اقولها ما عليش من كل الناس، ما عليش من كل الاسباب، عليش بنفسك بس، غيري من نفسك، ادعي تمسكي في الله. لما تصلين وخذوها نصيحة يا بنات، لما تصلين وانت متألمة او مجروحة لا تقومين على طول، انسدحي وكأنش نايمة، وقولي يا رب هذا انا عندك، كأنش نايمة في حضنه. انا عارفة في ناس كثير راح تنتقد الكلام هذا، بس بكيفها هي تجرب بطريقتها، انا اقول لكم طريقتي، كأنش في حضنه، قولي يا رب انا مالي الا انت، يا رب انا ما عندي غيرك، يا رب هذه انا ضعيفة وجالسة وواقفة وقايمة قدامك وبين يدينك، يا رب الحقني، يا رب انقذني. كثير يقولون بعد ما بدأوا يدعون انها زادت المشاكل، لا هي مو المشاكل اللي تزيد، هو الاختبار، هل انت قده ولا انت مو قده. انت الحين تقولين يا رب ساعدني والحقني، هل انت من الناس اللي يعبدون الله على حرف واول ما تتغير حياتهم يرجعون يعني كأنه ما مسهم ضر ولا مسهم بأس ويروحون وينتهي الامر، او انت من الناس اللي لما تطلبين يختبرك الله وتقولي لا انا معك مهما صار في حياتي، مهما تكركبت حياتي، انا ما عندي الا انت، وهذه انا واقفه بين يدينك، تصلح الحياه ما تصلح، تنطح تحترق، انا معك، وانا مالي الا بابك ومالي الا وجهك. هنا الله ينصر النصر الحقيقي. وبس والله يا أمر، احنا الحين هدرنا 30 دقيقة، يعني نص ساعة راحت من عمرك وانت قاعدة تسمعيني، فشكرا لوجودك، وشكرا انه انت قاعدة تسمعيني، وشكرا انه انا وانتو وصلنا الى 100,000، شكرا والف شكر، وكل كلمات الشكر والله العظيم يا بنات قليلة في حقكم. انتو 100,000 اخت، انتو متخيلين الكلام هذا؟ مهما اقول يظل الكلام شوي عليكم. اخر شيء بقوله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ومع السلامة وباي.